وهكذا حاجات زي كده. فطبعا وبيتضخم الثديان في عندها طبعا. وفي بالنسبة للبلوغ اللي هو بالنسبة للذكور بيحصل الانتصاب الليلي وهو نايم، لما يصحى بيلاقي العدو الذكري منتصب، وده بيبقى ده شيء طبيعي. وطبعا بيبقى في عنده بالنسبة ميل للجنس الآخر، ده موجود. وطبعا العادة السرية كلها بيستعملها الرجال بيعملوها تقريبا، أو الذكور بيعملوها حوالي 90% منهم، وفي البنات حوالي 60% منهم على مستوى العالم، وهي ملامسة الأعضاء التناسلية للحصول على المتعة. طبعا بالنسبة للراجل أو الذكر هو بيقذف بعد الانتصاب، لكن بالنسبة للأنثى بتبقى الخلايا اللي هي موجودة في مجرى في قناة المهبل بعد الفتحة مباشرة، الخلايا دي بتعمل إفرازات، والإفرازات دي أساسا عشان ترطيب المكان ساعة العلاج وكده. وطبعا الإفرازات دي بتنزل على أساس إنها سوائل، فطبعا هي بتكون وصلت النشوة بتاعتها أو المتعة بتاعتها. طبعا في عندنا برضو في المهبل في حتة صغيرة كده، يعني تبقى مندثرة حتة صغيرة.